مين راح يكون يصدر قرار رئيس الوزراء بهذا الموضوع اللي هو يستقل فيه بموجب الدستور. يعني الدستور انا اعمل بامر الدفاع في هذا الجانب بشخص رئيس الوزراء، فرئيس الوزراء راح يصدر قرار لانه اخر موعد يوم الاحد. اذا مدد امر الدفاع هذا هو مدد، اذا ما مدد يعتبر منتهي ونعود للحاله الطبيعيه. سيدي ما لحد الان ما تم حسمه، انا سالت رئيس الوزراء وانت سالت الوزير قدامكم الان قال لم يتخذ قرار لحد الان، لكن في حال عدم اتخاذ قرار فهو يعني قرار. ماذا ما انا مش ما بتحدد باسم شخصي، قلت لك انت سمعتوا مجلس النواب، مجلس النواب مختلف، حتى اللي حضروا من زملاء النواب مختلفين، ناس مع الغاء امر الدفاع من مره كالعوده الحالة الطبيعي القانون الطبيعي، وناس بيقول لا نمدده لفتره ونخلي الناس توصيات مجلس النواب. لحد الان ما اتخذنا توصيات ولا اتخذنا شيء. انا الي موقف خاص بهذا الموضوع، انا موقف الخاص مع تمديد امر الدفاع. أسباب. لأني ما بدي، وهذا رأي شخصي ما بقدر أفرضه على الزملاء. شكرا.